مبارك عليكم الشهر مشاهدينا ومتابعين عبر شاشة تلفزيون الكويت، ونرحب فيكم. واليوم عندنا ضيوف مميزين في غبقة رمضانية. شلونك عبد الله؟ هلا والله حصة، شلونك؟ أكيد نرحب كل مشاهدين شاشة تلفزيون الكويت اللي انضموا لنا من هذا المكان. هذه دعوة نوجهها لكم، إذا حابين تستمتعون بالأجواء الجميلة ما عليكم إلا إنكم تدقون سلف إن شاء الله وتواصلون معنا في برج الحمراء. إحنا اليوم عندنا حصة ضيوف جدا مميزين، والحلقة بدايتها نسائية شيء مثل ما أنا قاعد أشوف. نسائية بس نسائية لها طعم خليجي، ومثل ما يقولون الطعم الخنين. طعم إبداعي بعد من نوع خاص. راح تكون معانا ممثلة مبدعة شاب أبدعت في المسلسلات الدرامية الخليجية، وكانت أيضا مذيعة، وشافوا الناس الإعلانات الخاصة فيها على شاشة تلفزيون الكويت، واليوم فزنا في الغبقة. هتكون إن شاء الله ويانا حصة. وناشطة بعد بالمواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله، بالإنستغرام والسناب شات، وعندها قاعدة جماهيرية تصل إلى يمكن 2 مليون أو 3 ملايين أو 4 ملايين. إلا 4 ملايين. أكيد. وأيضا راح تكون معانا مخرجة مبدعة في مجال الإخراج، أستاذة في الإعلام أكيد، وأبدعت، المخرجة الإماراتية نهلة الفهد. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، ومشكورين على هذه المقدمة. بثينة رئيسي بعد، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة وسلامة. الحمد لله أن أتيحت لنا الفرصة، مبارك، ونعيد الناس ونقول لهم كل عام وأنت بخير من خلال أهم الشاشات التلفزيونية، التلفزيون الكويت. يقولون بالإماراتية مرحبا الساعة. مرحبا ملايين ولا يسدن. أول مرة تكونين على شاشة تلفزيون الكويت، نهلة الفهد في هذا اللقاء. وتشرف اني اكون اليوم موجوده معاكم، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. المشاهدين عارفين يمكن سر الصله والقرابه اللي موجوده بينكم، دائما صداقه قويه تطلعون مع بعض. راح نتكلم اكثر، راح نشوق المشاهدين، لكن خلينا نشوف بعد منو ضيوفنا الليله في غبقه رمضانيه، ونرجع نتواصل معاكم. نقول حق المشاهدين شنو قاعد تقول لنهل الفهد. قاعد تقول احمد الخضر متى بيكون معاكم؟ يا ريت يوم كان يونا. شنو المشهور فيه هالنشيد الخاص؟ انا اقول لك الموقف، ان انتم حاطين الحين برومو ان احمد الخضر راح يكون معاكم يوم الثلاثاء. اليوم انا ونهله كنا قاعدين، فحطينا بالاف ام اغنيه لا 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 نحتاج المال. فتقول وين هذا، وين احمد الخضر؟ قلت لها ايش تبين فيه؟ تقول ابى اقابله، انا الحين حسبالي صج في موضوع. كان اقول لها ليش تبي تسوي لها فيديو كليب مثلا؟ اي مثلا، او ان تبي تبدي اعجابها بالاغاني اللي يقدمها، بالكونسبت والفكره. كان تقول لي شو يعني لا نحتاج المال؟ لا ها؟ اكيد نحتاج المال، شلون بنعيش؟ لا يعني اكيد المال مو كل شيء. تفكير منتجه هذه يمكن نهله. لا اكيد ان احنا يعني مو كل شيء المال، بس نحتاج المال يعني وسيله. هو يعني المال وسيله. هو مو غايه بس وسيله لتحقيق مزيد من الاهداف. بس نتكلم نهله، ما شاء الله تبارك الرحمن، خذيتي لك لاين مميز انت تفردتي فيه. يعني من أول انطلاقة لك كانت انطلاقة مميزة وكبيرة، وبديتي بالعمل مع ناس كبار مثل الفنان محمد عبدود، يعني حداد، لطيفة، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، أبو بكر سالم. أبو بكر سالم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لو في خشب كان لمسنا. ما في خشب الحمد لله، بس وين يسار خشب؟ أي سعودي يقول لي الخشب يسار. فما شاء الله تبارك الرحمن متميزة، وبديتي مع كبار النجوم، شلون حققتي هالشيء هذا؟ طبعا اكيد ما في شيء من فراغ، الحمد لله، يعني بالجد والاجتهاد. وطبعا التميز يحتاج ان الواحد يشتغل على نفسه اكثر، يشوف حتى شغل الكبار كيف اشتغلوا وكيف تميزوا، وشو مثلا الاخطاء اللي طاحوا فيها وتعلموا منها، عشان يعني اللي يتعلم منهم ما يطيح في نفس الغلط. انا وايد يعني تعلمت من هذه الاشياء، اشوف قمت اشوف وايد شغل وراء الكواليس حتى لغيري، عشان اشوف شو قاعدين وين وصلوا له من التكنولوجي من التقنيات هذه. فحسيت اني اي شيء ينزل جديد في يعني في صناعه الافلام او في صناعه التصوير لازم اجربه. اول ناس اقول لهم وين نزل بدبي او بالخليج لازم اجربه واجيبه. فالحمد لله. وبعدين استشير، يعني ضروري الواحد يستشير، ما يعني ما يقعد انه لا بس انا اللي اشوفه وخلاص. يعني وبدأتي ما شاء الله يعني في هذا المجال، يعني بس انا اشوف دائما خاصه مجال الاخراج، يعني اذا ما رحتي انت بالميدان نفسه، صح، ميدان العملي، ما راح تكون عندك الخبره الا لما تجربين. بالضبط. يعني غير لما تقولي مثلا طالعين مخرج ثاني شنو يسوي، شنو الاضاءه، شنو توزيع الكاميرات، شنو يعني شنو مدرسته. نعم. مهما تكون مدرسته ما تقدرين الا لما تكونين ميدان العملي نفسه. اكيد
وبعدين يمكن انا من النوع اللي وايد حريصه وايد دقيقه، يعني في اي شغله بالكادر نفسه لازم اتابع يعني شو اللي نحطني شو، فاهتم بالتفاصيل. هذا حرصك على التفاصيل هذه اللي خلت العمل يكون العمل مبدع. بثينه هالسنه والسنه اللي طافت غبتي عن الشاشه في شهر رمضان. اي والله الناس تسال ليش، يمكن احنا عارفين الاسباب، لكن ايش كذا ياثر عليك انت كفنانه ونجمه تكونين يعني مو موجوده في هالشهر؟ والله بصراحه انا في السنه الاولى، السنه اللي طافت كان اول غياب لي عن الموسم الرمضاني، شويه تضايقت، حسيت ان مو متعوده، ودي اظهر للناس اوريهم انا شنو سويت هالسنه. وفعلا احنا اشتغلنا عمل اسمه حول القلوب العام، نعرض ورا رمضان، شريحه كبيره من الناس تابعوه، كان هو الوحيد كعمل جديد موجود في الساحه وقتها، فحسينا ان صار صالحكم هالشيء، خذ حقه وزياده، فليش لا. السنه نفس الشيء اشتغلنا عمل اسمه ساعه الصفر، ايضا اخراجنا للفهد، نفس الشيء صار فيه هالمره تجديد مو تاخير. تفاجئتي بهالشيء ولا كان مخطط؟ كلنا تفاجئنا. تفاجئنا بس انا قلت يعني خيره فعلا، قدر الله وما شاء فعل. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، لاقى استحسان كبير يعني ولا متابعين كثير. يعني انا الحين دائما اقول ان الفنان صار مو محتاج حق الاعلام بشكل كبير وانه يظهر، لانه هو اساسا موجود في مواقع اجتماعي. التواصل الاجتماعي يعني وجمهوره يتابعه ويعرف شنو جديده وشنو قاعد يحضر له بالضبط. يعني هو اللي تعنى له يعني وين هو باي قناه وباي وقت راح يتابع، راح يتابع. اصلا المتابعه صارت اكبر مع السوشيال ميديا، يعني الناس اللي كانت تعرف مثلا بثينة الرئيسي في الخليج صارت تعرفه بالوطن العربي أكثر. وبالعالم بعد، يعني عندي متابعين من امريكا ومن يوكي وايد ومن اوروبا، فالسوشيال ميديا صارت الحين هي الانتشار اكثر من التلفزيون انا اشوفه. بس يتابعون اعمالكم الدراميه بثينه ولا تحسين انهم يركزون على الانتقاد على الزي على الشكل على اللوك اللي طلع فيه اليوم؟ المتابعين في السوشيال ميديا اكثر شيء اهتمامهم في الفاشن، يعني اللي برا اكثر شيء، غير متابعينك في الخليج اللي يعرفون انت شنو شنو قاعد تقدم. صحيح. يتابعون انت شنو لبس، شنو شكلك، شنو قاعد تقدم في السوشيال ميديا. وانت ذكيه ما شاء الله من الاوائل اللي اتجهتي هالاتجاه وصار الاوتفيت الخاص فيك يمكن هو صار عندها بزنس بعد اجمعين. هو البزنس هذا كانت خطه قديمه، يعني اول شيء بديتها في الازياء انا ومصممه كويتيه متميزه، طبعا بدينا خط الفاشن وليتلي بدينا في خط الميك اب، بدينا بالرموش طبعا. بس يقولون عجيبه رموشك. والله والله يقولون عجيبه، بس انا لاني ما احب احط رموش، بس لانه مخفاف وايد يعني مو دعايه يعني لا والله العظيم انا لاني جربت انواع كثيره بالسوق انا نفس الشيء، وشخصيا كانت عندي مشكله ساعات في اشياء انت تنتقدها في شيء تبي تقدم الشيء اللي انت تشوف الغلط مثلا اللي واجهته بالانواع الثانيه. صحيح. فهذا اللي انا احنا نسميهم مراوح كلهم نقول مراوح. انزين يمكن نهله الصداقه هذه اللي بينك وبين بثينه، دائما اي عمل تكون في المخرجه نهله ترشح بثينه رئيسي او العكس ما ادري بعد اذا يصير. الصداقه من ايام الكليبات كانوا يقولون ان والله نهله مع ديانا او نهله مع لطيفه، فهاي يعني الصداقه ومجامله بدت من فيديو كليب فايز السعيد. هي هذا شوف انا تعرفت على بثينه من ايام الكليب، يعني ايام كليب فايز السعيد، لان انا رسمت شخصيه للكليب، حسيت ان بثينه الانسب ان تؤدي هذه الشخصيه في الكليب، ومن يومها يعني انا اعرف بثينه حتى يعني 4-5 سنين قبل ما افكر اني ادخل في الدراما. حاليا سبحان الله يعني الصدفه، يعني اصلا حتى بثينه هي رشحتني لحرب القلوب. صحيح. قبل ما يكلمني المنتج اوجه له تحيه، المنتج الكبير طبعا باسم عبد الامير، وبعدين بالصدفه حتى اشتغلنا في ساعه الصفر لانه هو النص اول تقدم لبثينه، وفي نفس وبعدين يعني في نفس الفتره قريت فكرته وتشجعنا لفكره. احنا اكثر شيء نشتغل تيم وورك كفريق، يعني احنا يعني نشوف ان العمل الناجح لازم فريق كامل يشتغل عليه، يعني مو ان مثلا مخرج يفرض رايه على الممثلين وخلاص الممثل يتفاجئ بالدور. احنا نشتغل تيم وورك كمؤلف كمخرج كفنانين، نشوف شنو اللبه اللي احنا توصلنا لها هني يطلع العمل بصوره. شو اللي يميز نهله عيل؟ اي انا هي بسالك هالسؤال، يعني وش كانت اشتغلت مع شلونها مخرجه؟ انا اقول لك قويه صعبه في اللوكيشن. اي صعبه شريره؟ لا اخاف الحين تعصب اذا انا قاعده. بس عن
عندها فكر، عندها شيء جديد تقدمه، رؤيتها الإخراجية وايد مودرن، حتى الناس للحين مستغربة هي نهلة شنو قاعدة تقدم، بالذات في ساعة الصفر قدمت صورة جديدة، قدمت فكرة جديدة. الناس اللي فاهمين وايد حبوها، الناس اللي بمناسبة ساعة صفر الكاتب الكويتي محمد الكندري. محمد الكندري طبعا موجود ويانا هني، موجود اشوفه يوجه لك تحية. اكيد مع رئيس فريق الاداء قبل لا يكون كاتب، هو شخصية جدا مميزة، وهذا اللي خلانا نشتغل كفريق عمل، احنا هو ككاتب، نهلة كمخرجة، انا كممثلة، باسم الاستاذ باسم عبد الامير كمنتج، حتى فتح لنا المجال قريبة من بعض، يعني الكاتب ما شاء الله عمره صغير شاب وانتو شباب، فالتوار يعني الأفكار متواردة يعني قريبة من بعض أكيد. فحسيت إن العمل كان مميز بالروح ولا بالإنجاز؟ الاثنين. بالاثنين بالروح وبالإنجاز والفكرة. اي يعني كانت يعني تشوفي النقلة من الرواية لنص تلفزيوني، هذه كان وايد ابغي له مجهود. إيه عرفتي، فمحمد يعني ما قصر ويانا، يعني حتى في مشاهد زدناها لان تعتبر كحلقه وصل في من مشهد لمشهد، غير لما تقرين روايه، غير لما تشوفينها تلفزيونيا تنفيذها بعد نهله. يعني بالنسبه لك كان وايد متعاون ووايد حتى يعني تم بين دبي وكويت. ايه كان يسافر يعني مسكين وايد ما قصر. ايه يعني في كتاب ساعات يسلمونك النص ويقول لك مع السلامه، انا مالي شغل، انزين نياتنا الحلال، عندنا نقص في التايم، نحتاج مشاهد اضافيه، مالي شغل. بس هو كان متعاون لابعد الحدود، يحب عمله يعني وايد كان يحب. هاي ميزه الشاب الكويتي يوم يكون هو قول فعل يكون موجود ايضا باللوكيشن. لكن انا ساعات يراودني سؤال يمكن انتم تعرفونه، يعني اذا كانت القصه حقيقيه شلون يكون في مؤلف؟ شنو دوره اذا كان في القصه مكتوبه؟ شنو دور المؤلف؟ توقع السيناريو والحوار كله، يعني اذا في مؤلف، إيه؟ اللي عند صاحب القصة، إيه؟ وفي مثلا عندك السيناريست، إيه؟ اللي هو يكتب المشاهد، يربط بين المشاهد، يسوي لك الحبكة الدرامية كلها كاملة، إيه؟ بعد الحوار يعني هو مسؤول، اما في كتاب لا هو المسؤول عن القصة، يعني تشوفين قصة وسيناريو وحوار، إيه؟ يصير كلها هو مسؤول عنها. ايوه هو الكامل. انا ساعات اتساءل اقول اذا في قصة حقيقية مؤلفها كاتب، ساعات يكتبون تأليف وسيناريست. نعم. فشنو داره يكون؟ في تأليف أو حتى شوي مرات فكرة فلان، وبعدين عندك قصة وسيناريو وحوار. في بهارات يضيفها أتوقع حصة. بهارات في مشاكل. مثلاً على سبيل المثال أنا عندي فكرة بس أنا ما عندي قدرة على كتابتها. قدرة على أو ما عندي صياغة الحوار نفسه. أيوة صياغة الحوار والسيناريو وكتابة المشاهد، يعني نحن لمسلسل نحتاج إلى 1100 مشهد. يعني مثلاً أنا عندي فكرة بس أنا ما عندي القدرة إني أكتب المشاهد كلها كاملة، ممكن يعني مشهد أعدل شوي هني في الحوار، أحس إن في يحتاج ل كلمات معينة. المخرج بالضبط. بس الحبكة كلها كاملة مع السيناريو مع الحوار مع الخطوط الدرامية، هاي لا المختص. وين المتعة تكون أكثر، كإخراج فيديو كليب ولا الأعمال الدرامية بعد ما اتجهتي لها؟ والله كل واحد وله روحه، عرفت علي؟ بس يختلف في شو، ان الكليب انت عندك قصه لازم تقدمها في 4 دقائق، مده زمنيه قصيره، لازم فيها بدايه ونهايه عشان الناس لما تطلع على 4 دقائق تفهم، بالذات لما تكون الاغنيه ضاربه او الاغنيه محبوبه عند الناس، عشان ما يقولوا الناس لا والله الاوديو احلى من الفيديو. صحيح. ويتندمون يقولون ليش صورناها، عرفت علي؟ بس هي كمخرجه الله لا يراويك رجعتي على السالفه قولي باعتقادك ان الفنان لازم يتواجد برمضان ولا مو شرط؟ والله يعني اعماله السنويه كفيله بانها تكفي وتوفي. انا اشوف انه لازم يكون متواجد، مو معناته اني ما تواجدت اقول انه لا مو ضروري، بالعكس تحس انه لطعم ثاني وجودك في بين الاعمال الدراميه في رمضان، لطعم ثاني وجودك كمتابع اليوم بثينا رئيسي قاعد تتابعين الاعمال اللي قاعده اتابع وقاعده كل يوم انتقي مشهد من المشاهد اللي شوف تحطيها بالانستغرام متابعين على المسلسل. لا اتابع، احب اتابع. شنو نبي اسامي الحين؟ شنو الاعمال اللي قاعد تتابعينها؟ والله شوف، عربي ولا خليجي؟ كل شيء، فخليجي اول، انا بدي ربعنا قبل. خليجي قاعدة اتابع مسلسل جود، وايد حابة الفنانة هدى حسين فيها، ما شاء الله عليها، قدمت كاركتر اكثر من رائع، يعني انا وايد حبيتها في جود، فهذا اللي مخليني اتابعها، هي وهبة الدري قدموا شيء حلو في جود، فقاعدة اتابع جود، اتابع
بيعة النخل. بيعة النخل. للأستاذة حياة الفهد. على طاري بيعة النخل. ها؟ على طاري بيعة النخل. كنتي المفروض تكونين معاهم بالمسلسل. صحيح. شو اللي خلى بثينة مو موجودة معاهم؟ والله أنا أقول لك بالنسبة لبيعة النخي النص كان مكتوب للحين مو مبينة مايته، وكنت قاعد أصور ساعة الصفر وتوني خالصة من تصوير المسلسل وعلى طول دشوا التصوير، فما مداني أخذ بريك. وطبعا العمل مع الأستاذة القديرة حياة الفهد هذا شرف كبير لأي فنان، فوق هذا عمل تراثي ركزي، وفوق هذا كتابتها، فأنا وايد ضاق خلقي إني ما اشتغلت للأمانة. يعني شنو كان دورك من الأدوار الموجودة؟ أي فنانة؟ ما بيقول. نعرفين بس نبيها منك. شوف هو عمل وايد حلو وهي قاعدة تهرب. ها؟ نهلا عارفة منه؟ تعرف؟ لا ما أعرف صراحة. أنت تعرف؟ إيه أنا أدري. بس العمل جدا جدا مكتوب بصورة رائعة جدا رائع العمل، يعني أنا قاعدة تابعه. وايد حلو العمل كنص، وايد حلو. نهلا ممكن نشوفك بأعمال تراثية؟ عمل تراثي إن شاء الله، يعني حاب الفكرة. بس لأرجع أقول لك أنا دقيقة، فبس في وايد أشياء بتعب عليها بالتراث. إذن أي إحنا عندك، الفيديو كليب ولا المسلسلات؟ يعني شنو أقرب من قلبك؟ شوفي الفيديو كليب شبعت منه صدق خلاص شبعت، يعني اللي بتعرضي حتى من فترة ما عندك يعني بس الأعمال الوطنية. بس أنا مستمتع وايد بالدراما. لأن فيلم نهلة وإن شاء الله فيلم قريب. فيلم الحجاب إن شاء الله هذا خلص فيلم حجاب. تم لا فيلم ثاني اللي هو صوف شيء عن الصوف ولا شو اسمه؟ لا لا فيلم روائي. ألو جديد إن شاء الله خلصت من كتابته. وشوف أربع سنين أكتب فيه، فعشان تي أقول لك ما شاء الله من 2011 تجهتي للكتابة عيل، لأن قاعد أشوفه براسي، قاعد أسمع الحوارات، يعني كل شيء قاعد أشوفه، يعني أشوف الفيلم كامل براسي، فعشان كذي قاعد أكتبه. إيه كتبته وخلصت. فينا بالفيلم؟ إيه هي طبعا أشكر بعد النظرة واضحة خلاص، فعشان تي تسألني متى الفيلم. وطبعا بهالمناسبة أشكر بعد الكاتب محمد الكندري، لأن في مشاهد هو أيضا ساعدني فيها، يعني في صياغتها، لأن حسيت أني صار عندي بلوك، لأن كم مشهد كاتبة فوق 80 مشهد، فصار عندي بلوك، قلت له بليز ساعدني يعني في هذه المشاهد. نعم. فإن شاء الله إن شاء الله قبل نهاية السنة إن شاء الله يا رب. لأن هي نهلة من 3 سنين كانت خطة الفيلم موجودة، بس لأن فعلا مثل ما هي تقول وايد دقيقة وما تبي تقدم الفيلم بأي صورة كانت، يعني حتى المشاهد الصغيرة قاعد دقق عليها. شنو حديث تراثي شنو؟ لا لا فيلم حديث وروائي، يعني بيكون أول فيلم روائي طويل بالنسبة لي، فعشان كذي ما أبغي. لو بثينة شنو عيل؟ هي البطولة. بس في فاشن في حركات. دائما أتوقع المخرج له دور كبير في إنه يركب الشخص المناسب في الدور المناسب. هاي يعني في ناس مثلاً تقرأ الناس وتقول أنا أبي هالدور. صح. ممكن المخرج عنده رؤية ثانية تقول ما يناسب، يعني ما يناسب. هذا مصداقة حصة أتوقع عادي حتى لو ما يناسب. لا لا والله. يعني أنا مثل ما قلت لك في البداية ورشة عمل. إحنا فريق نبي نقدم شيء حلو للمشاهدين، فهي عارفة شنو إمكانياتي، أنا عارفة هي كمخرجة شنو تقدر تقدم. محمد الكندري ككاتب مثلا، أليكس كمدير إضاءة وتصوير، عندنا فريق كامل، إحنا نبي نشتغل كتيم ورشة. بس يقولون شلالية وتقولون أنتم شلة معينة. لا أبدا لا والله لا أبدا، يعني شوف أنا ما أحب أحط هالمحسوبيات أبدا في عمل، يعني حتى حين عندنا فكرة لنص جديد يعني لمسلسل جديد، بالعكس يعني حتى الأسماء اللي قاعدين نفكر فيها الأسماء المطروحة يعني أنا ما تعاملت معها. هالمسلسل صوف تحت الحرير عدل؟ صوف تحت حرير شوف هذا كان المفروض أن يتصور لرمضان، بس ظروف أن الرقابة هني في الكويت، طبعا أنا أحترم حرصهم على النصوص كيف يعني كيف متابعتها. أكيد سياسة معينة. نعم أكيد عندهم هم أولويات. و إن شاء الله يكون إن شاء الله السنة القادمة. إن شاء الله السنة الجاية، وطبعا الكاتبة إيمان السلطان. نعم. وهل على فكرة هالنص يعني ما كانت في بثينة يعني إن شاء الله تكون تأجل إن شاء الله الصالحة الحين إذا تأجل راح يكون إن شاء الله لا يوفقهم فيه إن شاء الله ويشتغلونه ويقدمونه بأحسن صورة. بثينة ممكن البزنس ياخذك من الفن ولا ممكن؟
ممكن ممكن حابته وايد، لاني حابته وايد وقاعده اعطي كل طاقتي فيه، فاحس اني وايد مستمتعه فيه، لكن يعني هو ممكن ياخذني بس اتمنى انه ما ياخذني. يعني على الاقل عمل واحد في السنه انا اطلع فيه للمشاهدين، لان المشاهدين حبوني في هذا المجال، فما وديني فجاه اختفي عنهم. حلو. ايضا متابعين بالسوشيال ميديا اثنينكم يقولون عنكم ميانين شوي في السوشيال ميديا. حتى يعني انا بسنابي يعني اذا انا بدبي ابدا ما تشوف شيء، ما اصور شيء ابدا، بس بالكويت عيل، بس لما نجتمع انا وبثينة يشوفون شو اسوي. تبدي واحده تشجع الثانيه، الداحر هذا اللي بينه، لان انا احب اصور شيء يعني واطلع بالسوشيال ميديا يعني يكون عندي شيء، اما ما يكون عندي شيء ما اطلع. زين شنو سالفه الماي نهله؟ اخ الماي، تعرفون قصه الماي؟ السناب هذا وين قصه هذا؟ السناب هذا اقوى قصه انشهرت بالسناب. اللي يتابعونها عارفين نبنا طبعا احنا وقت التصوير دائما عندنا شباب الكيترنج يعني يحطوا لي ماي على طاوله الاخراج المونيتر. اول ما اشوف ان يعني الماي باقي من عندي او انه اختفى او رحت وياته ما حصلته مصيبه. ما هي شربته؟ ما اتهم حد، اشوف على طول بايده وقاعد تشرب، يعني استاذني ممكن ما خلي ماي حق ما تخلي هذا ماي منو؟ على طول شلته من عندي، ما تستاذن على طول شلته وراحت. ماي عندي بالسياره على طول. حلو. على طاري الماي الحين شهر رمضان واحنا صيام، شلون يفرق؟ طبعا ما تكلمنا عن عمان، فانت بين عمان والامارات والكويت دول الخليج، قولين لنا بكل دوله شنو اللي يميزها في شهر رمضان؟ انا بالنسبه لي يعني اشوف رمضان بالسنوات السابقه للاسف يعني اول شيء حلو مو حلو، ان انشغالنا بالمسرح كان يوخرنا شوي عن اجواء رمضان، كون البروفات تبتدي مبكر وتاخذ منا وقت طويل وتسجيل المسرحيه والامور هذه، فما كنت احس بطعم رمضان. هالسنه قلت راح اخذ بريك وراح اعيش الاجواء وراح اضبط اموري شويه، عندي امور متوقفه بخلصها وبروح عمان ارمض باجي رمضان عندهم. حلو. ان شاء الله وعيد عندهم ان شاء الله، من زمان ووايد متحمسه. شلون رمضان هناك في عمان؟ وايد حلو رمضان. حلوة. نفس الكويت. تطبخين بثينة؟ تدشين المطبخ؟ ادش المطبخ بس مو دائما اكون صريحه معك، يعني حلو المطبخ في رمضان نكهه خاصه غير، يعني لازم الواحد يدش. على فكره ترى انا ادش المطبخ واطبخ. شو تسوين بيض؟ تدشين المطبخ تطالعين وتطلعين؟ لا ولا مره جربتي شيء من ايد بثينة ولا ما لها بلا كلش؟ قولي ايه؟ تعرفي الشوربه الجاهزه؟ اي طبعا على طول ما بس قصه الليمونه بس. والله صدقوني تابعوني هاليومين بسناب راح تسوي وعدني لكم راح تشوف الجاهزه هذه. راح لا راح تشوفون شيء ان شاء الله يمكن عيش و نودلز شيء ثقيل تشيكن ناجتس. والله ماشي الحصه كلكم بالحين ضدي. لا بذينا بسالك سؤال يمكن مو موجود هو بالاعداد بس انا وديته، شنو اكثر شيء مزعج بمواقع التواصل الاجتماعي؟ الكومنتات اكيد بس. الكومنتات اي بس مو تحسين ان بعض الناس ممكن يعني فضوليين زياده عن اللزوم في في اسئله مثلا خاصه وشخصيه؟ إيه كله يندرج تحت الكومنتات يعني تفاجئ ساعات، بس الحمد لله حصة ترى الحين جدا اقل من قبل، يعني اول ما بدا الانستغرام واول ما بدات هبه الانستغرام كميه الاسئله اللي هي يدخلون مو بحياتك الشخصيه، ابعد من حياتك الشخصيه في الاسئله بلس التعليقات السلبيه، بس الحمد لله الحين مع الجرائم الالكترونيه بلس سناب شات شويه اخذ الناس من الانستغرام خفت هذه، هدوا شويه. ما قام تقرين التعليقات كلها تتابعينها؟ تتابعين؟ اتابع بس مو دائما للاسف. مزعجة شوي تكون. ما يمدي. تسوين بلوك؟ اوه بلوكات. بلوكات عندك بثينة. بلوكات. ودي وخربطه بلوكات بس ما تلحقين ما شاء الله ما تلحقين، يعني ما ادري هم من الحب الزايد من الفضول الزايد ما ادري شنو. اعطيني مليون من اللي عندك. ما راح اعطيك. هي متابعين. هي حاطه عينها على فانزاتي. هي حاطه عينها على متابعيني. هي يعني ليش تشترينهم بثينة؟ تشترين؟ ممكن تشترين؟ اشتري شنو؟ متابعين؟ شو الفائده؟ لا صدق والله في فتره من الفترات لما قالوا انه في ناس تشتري وحطوا حتى في التلفزيون انه استفتاءات امور وايد صارت انه في ناس، وحتى مرينا بمرحله ما ادري صارت معك ولا لا فجاه قلوا الفولورز. بس هذا من الانستغرام نفسه يعني الانستغرام شال اللي بيشتري فولورز شنو بيستفيد غير الرقم؟
ما انت مكشوف مكشوف يا حبيبي، لايكات راح تبين، يشتغلون لايكات بعد، بعد ايوه حتى الحين الفيوز هم يشتغلون. يعني الحين احنا وصلنا، قبل يسالون فلان شنو انجازاته، فلان شنو، الحين يسالون ايش كثر عنده فولورز. يعني هذا لا لا هو صراحة غلط، يعني تقييم غلط، يعني انت ما تقيم الانسان على عدد الفولورز، لان الناس ساعات تتابع شخص علشان هو يلبس حلو مو علشان شنو هو قدم. فانا الحين كمنتج مثلا في مجالنا الفني، اذا بجيب فنان بقيمه على عدد الفولورز ولا بقيمه هو شنو اداء وشنو قدم؟ اذا انت منو تتابعين من مواقع التواصل الاجتماعي وانت منو تتابعين؟ يتابعني من الاكونتات اللي يتابعونها، الاكونتات المعروفه اللي ناخذها لكم وايد بالسناب ولا بالانستغرام؟ بالانستغرام ما تصدقين من اتابع رفيجاتي اللي يطبخون، تسنيم من نصر الله، حصه صانع ميك اب ارتست احب اتابعها، كيتشن ما اعرفها، لا عايشه الحميد احبها وايد، افنانيتو هذول كلهم احبهم. هذا الاكل نبي اللي ناقدين للفن، منو تتابعين؟ ناقدين للفن ما اتابع. والازياء اللي تحطينها وشي دائما يحطون صورك يركزون عليك، يعني في مواقع يحطون مثلا ازياء لبسك، ساعات يقولون ايش رايكم ايه حلوه، اتابع اللي يحطون الاخبار الفنيه، مسلسلات اندرسكور دراما تي في، هذول يعني ربعي. انت بالنسبه لك هنا؟ انا اذا بتشوفي منو اتابع اكثر شيء كله كاونتات السفر السفر اللي يسافرون تموت عشان تشوفين المناظر الخاصه حق خارج الفيديو كليب، يمكن وايد احب يعني تشوفين اللوكيشنات بالضبط. انا لاني وايد احب السفر واتابع اكيد اهلي وربعي، يعني حتى من الفنانين، يعني عندي مجموعه يعني صغيره اللي اتابعها، اتابع حتى نقاد في كذا شخص احب اتابع لانه كلامهم حلو، حتى لما ينتقدون يبين من خبره ومن ثقافه. نعم، وانت هم اليوم قاعد يتابع اشتغل الشاب حمود الخضر اللي قبل شوي تكلمنا عنه باللغه الاعداديه، هم حاليا قاعدين يتابعكم. لا نحتاج ما نحتاج نهله، قال ما نحتاج. فنسمعها كامله ابو ثينه. يلا ابو ثينه يلا، دام احنا شوده وشهر رمضان نسمع صوتك. الله يخليك، المول حلو وهادي وراي وناس قاعد تتابعنا من فوق والتلفزيون حابين. بس انت صغير كان عندك اله كمان وانكسرت، كنا تعرفين تعزفين عليها؟ كنت صغير يعني عندك بعد كسرها أبوي خلاص، يعني كسرها لأني سويت بعض المشاغبات وأنا صغيرة وكسرها وخلاص. كانوا نايمين الظاهر وقاعد أنت تبتكرين معزوفة. لا عشان درجاتها درجاتها بالمدرسة. بس هو ليش كسرها؟ عشان ميولة فنية ولا عشان أنت مزعجة ولا عشان؟ عشان أنا مزعجة أنا مشاغبة. يعني ما راح نسمع شيء يعني. أنا ودي أسألهم شلون؟ إيش عارف تعرفون كلمات قديمة؟ كلمات مصطلحات إيه يعني مثلا لما اقول عين السيح اي يعني إيه عين السيح يعني هاي مدح للشخص يعني هذا عين السيح اللي يرفع الراس تقولونها إيه بالامارات نفسها؟ لا نحن ما نقولها بالامارات. شنو اصلها؟ شنو اصلها؟ عندكم خبر شنو اصلها؟ السيح يمكن المكان المفتوح الفضاء؟ لا غلط، قاعد الف ترى. احنا ما نعطيكم الاجابه، راح نشوفها ويا المشاهدين الحين. حابين نشكركم واحنا سعيدين بتواجدكم، وانتم كنتوا عين السيح اليوم باللقاء حبيبتي انت اللي تجننين وشكرا فرصه سعيده عرفناك وبرنامج لطيف وانتم دائما مميزين بطلتكم وبشرتكم السمراء، يعني احنا انتم ملح ملح الديره وملح المكان. حبيبتي الله يخليك حياكم الله، مشكورين اكيد. راح نتابع ويا المشاهدين كلام اول ونرجع نكمل معاكم غطيتنا.